شهدت مدينة المكلا وضواحيها انهيار مفاجئ في خدمة التيار الكهربائي خلال اليومين الماضيين لأول مرة منذ تولي القيادة الجديدة زمام السلطة في محافظة حضرموت بعد أن استبشر المواطنين بتحسن الخدمة خلال الفترة القليلة الماضية. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. لوهلة ظن المواطنون بحضر موت أنهم تجاوزوا أزمة كهرباء صيف هذا العام ظنا منهم أن إعادة محطة الحرشيات للخدمة سينهي المعاناة بعد أيام عصيبة كان مخاطها قيادة جديدة استلمت دفة المحافظة حيث كانت أولى كلمات المحافظ الجديد التعهد بتحسين حياة ومعيشة المواطن لكن سرعان ما تبددت هذه الآمال بعد شهر واحد فقط أنني أقف اليوم بينكم متحملا مسؤولية كبيرة ألا وهي قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت بجناحيها الساحل وهضبته والوادي وصحراء ونحن نقول أننا سنستلم هذه المحافظة بقيادة مدنية نستطيع فيها بإذن الله أن نبدأ حيث انتهوا ونطور بقدر الامكانيات المتاحه تصريح المحافظ بالماضي لم يكن كافيا في حل حالة أهم ملف على الساحة الداخلية ومرتبط بشكل مباشر بمعيشة المواطنين فسرعان ما عقدت الاجتماعات لتدارس حيثياته إلا أن هناك شيء خفي كان يحاك بعيدا عن أعين السلطة الجديدة التي ظنت أن اللقاء مع قيادة الكهرباء بشكل اعتيادي كافي لإعادة التيار الكهربائي وهو ما حدث فعلا إذ استمر التيار لساعات طويلة لم يكن يعهدها المواطن خلال صيف السنوات الماضية. وفي هذا الجانب حقيقة عندنا قصور كبير ولكن تشفع له حركة الأخ الوزير الدؤوبة في هذا الجانب ومهما عملنا فنحن جميعا مقصرين ولكننا نعمل وفق الإمكانيات المتاحة. ملف الصحة لم يكن هو الوحيد الذي يشهد القصور في تقديم الخدمات بالشكل المطلوب. حيث أن جميع الملفات الخدمية تعاني من اختلالات واسعة ويشوبها القصور الواضح في خدمتها مدينة المكلا شهدت خلال شهرا واحدا زيارات متعددة من قبل عدد من الوزراء لكن النتيجة لا يزال القصور يشوبها من كل جانب هذا الاختبار الحقيقي فشل فيه المحافظ مبخوت بن ماضي حسب ما يراه مراقبون، فقد ظهر الفشل صريحاً وواضحاً في التخبط لاحتواء المشهد، حيث أن المحافظ بن ماضي أعلن أن مخزون المازوت تأخرت الحكومة في استيراده للمحافظة مما ادى الى توقف عدد من المولدات الا ان مؤسسه الكهرباء كان لها راي اخر عبر بياناتها اوضحت فيه ان نقص ماده المازوت ونقص العجز في التوليد هو السبب في هذا الانهيار السريع والمفاجئ والعذران غير مقبولان بتاتا فعامه الناس فهموا لعبه الكهرباء التي لم تتفهمها بعد قياده السلطه الجديده